الصحة والجمال، لون جديد للحياة. مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الطبية. زي ما تعودنا دايما ان احنا بنقدم لكم كل ما يفيد في عالم الطب والصحة. النهاردة هنتكلم عن موضوع سبيشال شوية، موضوع خاص شوية، منتشر بشكل كبير، وهو موضوع الشلل الدماغي عند الأطفال. بيشرفنا ويسعدنا النهاردة ان احنا نستضيف الدكتور رامي محمد قاسم، اخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل وعضو هيئة التدريس بالجامعة الحديثة. اهلا بحضرتك يا دكتور، نورنا. اهلا بيك. الشلل الدماغي مرض بدأ ينتشر بشكل كبير اكتر من قبل كده. عايزين نعرف هو ايه الشلل الدماغي، نعرف للسادة المشاهدين مفهوم الشلل الدماغي، تعريفه ايه؟ الشلل الدماغي ده مرض بدأ ينتشر حديثا بصورة مبالغة جدا، وهو عبارة ان بيحصل لي تأخر في النمو الحركي والعصبي للطفل نتيجة مشكلة حصلت، نتيجة إصابة حصلت في المخ بتاع الطفل ده. بس الإصابة دي بتكون في مخ غير ناضج، غير يعني مكتمل النمو. غير مكتمل النمو، اللي هو الحد يا إما جنين يا إما طفل أقل من 3 سنين، لأن المخ بيكتمل نموه عند 3 سنين. بعد 3 سنين بيطلق عليه اسم تاني خالص، ما بيبقاش شلل دماغي. يبقى لازم الإصابة بتكون في مخ غير مكتمل النمو أو مخ غير ناضج. الإصابة دي بتكون يا إما في مركز يا إما في عدة مراكز، على حسب الإصابة اللي موجودة في المخ، على حسب النتائج المترتبة اللي بتظهر على الطفل ده. الإصابة جت في أنهي جزء في المخ فأثرت على إيه؟ بالظبط كده. يعني ممكن تكون الإصابة مثلا جت في مركز الحركة فبتأثر لي على الحركة والعضلات، جت في مركز البصر بتأثر لي برضو على النظر، جت في مركز السمع بتأثر لي على السمع، تمام؟ فممكن تكون جاية في كذا مركز مع بعض، 3-4 مراكز مع بعض، فبيبدأ بعد كده التأثير يكون في صورة كذا حاجة. يعني نقدر نقول معنى كده ان هو بيختلف من شخص للآخر على حسب مكان الإصابة طبعا وحجم الإصابة نفسها طبعا. في مجال الأطفال الاحتياجات الخاصة او مرضى الشلل الدماغي، من النادر جدا او يكاد يكون مش هتلاقي طفلين نفس الحالة، يتشابه في نفس الحالة بالظبط، نفس الشدة ونفس الدرجة ونفس مراكز الإصابة. طب احنا معانا خبر، واحنا متعودين في مجلتنا بنجيب الأخبار في سياق الموضوع اللي بنتكلم فيه، فمعانا خبر نقراه سوا. الخبر الأول: تعرف على أسباب إصابة الأطفال بالشلل الدماغي وطرق العلاج. يعد الشلل الدماغي أحد حالات الإعاقة المتعددة، حيث يحدث تلفا بخلايا المخ، وغالبا ما تتم الإصابة به أثناء فترة الحمل أي للجنين أو بعد الولادة مباشرة، وذلك حسب ما أوضحت الدكتورة مي مدحت رمزي، أخصائية سلوك الأطفال والمراهقين بمستشفى المعمورة للطب النفسي، مشيرة أن الشلل الاضطرابي يسبب عدم القدرة على الحركة، والدماغ هنا تشير إلى المخ مجازا، ولا نستطيع أن نطلق على الشلل الدماغي أنه مرض بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأنه غير قابل للعلاج. ممكن نلفت نظرنا في الخبر ده دكتور، ما نقدرش نقول عليه أنه مرض، تمام؟ لأنه بيجي للجنين زي ما فهمنا، تمام؟ في حالته إيه؟ يعني بيجي بالجنين وهو داخل بطن رحم الأم دلوقتي، ولا إيه أسبابه بالظبط؟ الأسباب بتاعته متعددة جدا. إحنا ممكن نقسمها لثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي أسباب قد تحدث للأم أو للجنين أثناء مرحلة الحمل. الفترة الثانية أثناء ما الطفل ده نفسه بيجي للحياة وبيتولد، أثناء مرحلة الولادة. تمام. المرحلة الثالثة بعد ما الطفل ده اتولد وفي أول 3 سنين من حياته. فممكن نقسمها للثلاث مراحل دول. يعني إما يجي أثناء داخل وهو داخل رحم الأم، تمام، إما يجي أثناء عملية الولادة، تمام، إما أنه بيجي في ال3 سنين الأولانية من عمر الطفل. تمام. في المرحلة الأولى مرحلة الحمل ممكن يكون الأم دي اتعرضت لإشعاع، تمام؟ الإشعاع من الحاجات الخطيرة جدا اللي بتأثر سلبا على الأم وعلى الجنين بتاعها. ممكن يكون الأم دي كانت مفرطة في تناول الأدوية، أو يعني بتاخد مسكنات ألم كتير، بتاخد جالها شوية صداع، أقل شوية صداع تقوم واخدة أسبرينة للصداع، سنة مصدعة. فلا طبعا ممنوع أي أدوية نهائيا أثناء فترة الحمل إلا باستشارة الطبيب. ما ناخدش أدوية عمال على بطال. ممكن الأم دي تكون تصاب بفيروس أو حاجة أثناء الحمل فيأثر على الجنين بتاعها،
فبرضو لازم ننبه على الأمهات إن هي أثناء فترة الحمل لازم تكون في متابعة جيدة مع الطبيب، وتحاول تبعد تماما عن أي حاجة خالص، أي فيروسات، أي حاجة تأذيها. في موضوع الأشعة ده المفروض إن أي واحدة حامل بديهية، أنت لو رايحة مع أختك، رايحة مع حماتك، لا بتعملي أشعة، لا ده لو حامل ابعدي بعيد خالص عن الأشعة عشان ما تأثرش على الجنين، تمام، ويحصل المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها. تمام، احنا بنشوفها كمان اكتر مع الناس اللي شغالة في مجال الاشعة للأسف يعني. طب الست الحامل او يعني ما هي بتروح بتبقى حاجات نادرة يعني، من النادر ان هي بتروح لإشعة او حاجة طارئة يعني مع اهلها مع امها. الاكتر اللي بننبه عليه الستات اللي شغالة في مجال الاشعة، شغلانتهم كده اصلا، شغالين في مجال الاشعة، اللي شغالين في مجال الاشعة يحاولوا قدر المستطاع ان هم يبعدوا تماما عن الاشعة، او ان هم حتى ياخدوا اجازة من الشغل اثناء خصوصا اول 3 شهور من الحمل. يعني بيبقى التأثير شديد جدا على الجنين. تمام، ده السبب ده اثناء وهو في داخل رحم وهو الأم. داخل رحم الام. طب ايه المشاكل اللي ممكن تعمل لي ده اثناء مرحله الولاده؟ اثناء مرحله الولاده ممكن يكون عدم المتابعه الجيده للمراه الحامل، فبتيجي مثلا تولد يكون الطفل نازل بوضعيه غير الوضعيه السليمه اللي المفروض ينزل بيها. يعني المفروض الطفل اثناء الولاده بيبقى نازل براسه، راسه هي اللي تحت ورجليه ايه فوق. احيانا الطفل ده بيبقى وضعه متغير، ممكن تلاقيه نازل بالمؤخرة بتاعته، نازل برجليه، نازل بدراعه، فهي ما كانتش بتعمل متابعة جيدة، او ممكن يكون الدكتور ما كانش على دراية جيدة بالحالة، فالوضع مفاجئ بالنسبة له، فبيتصرف. طب هيتصرف ازاي؟ العملية الولادة بتبقى بقى معقدة، بدل ما كان هيولدها طبيعي، لا بيلجأ بعد كده ان هو يحاول ان هو يولدها قيصري، او ان هو بيحاول يولدها طبيعي بالعافية. فبيحصل ان الطفل ده ولادته بتتأخر، ممكن بيبدأ يحصل له انه بيبدأ يتخنق، ان هو خلاص الاكسجين مش واصل له، نقص الاكسجين عن خلايا المخ يسبب ليها تلف رهيب. يعني الاكسجين اللي خلايا المخ ما تقدرش تتحمل نقص الاكسجين لثواني معدوده، قد تصل لدقيقه. قاطع حضرتك يا دكتور، معانا اتصال، معانا ام محمد، اتفضلي يا ام محمد. انقطع الاتصال للاسف، حاولي اتصلي بينا مره ثانيه. ده اثناء الولاده، وضع الولاده جه مفاجئ تمام بالنسبه للدكتور، ده ناتج على ان هي مفيش متابعه جيده تمام مع الدكتور اثناء فتره الحمل. تمام، طيب دي الحاله الثانيه. الحاله الثالثه اللي حضرتك تكرمت وقلتها ان ممكن في الثلاث سنين ولسه، معلش انا قاطع حضرتك، لسه في نقطه تانية برضو اثناء الولاده في بعض الدكاتره، بس الكلام ده كان زمان يعني، هو قل بصراحه وجوده دلوقتي، دكاتره النساء بيستخدموا اللي هو الشفط. موضوع الشفط ده موضوع خطير جدا. هو كان موجود زمان، مثلا الطفل بيفاجئ الدكتور ان دماغه كبيره، او الحوض بتاع الام ضيق، فراس الطفل مش نازله، فعايز يسحبها، فبيعمل ايه؟ بيجيب جهاز الشفط ده، عباره عن جهاز حديد، ده بيشفط بيه راس الولد. تمام، فطبعا انت بتستخدم اله حديديه على حاجه طريه جدا. تمام، فمن يعني كان بنسبه كبيره جدا بتسبب اصابه مباشره للمخ بتاع الطفل. هو قال الكلام ده دلوقتي بنسبه كبيره جدا يكاد يكون ما عادش بيستخدم. طب دكتور ونكمل كلامنا بعد اذنك. معانا الاستاذ احمد، اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الدكتور مع حضرتك، اتفضل. ازيك يا دكتور رامي؟ اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. انا عايز اسال حضرتك بس، يعني انا مثلا متجوز دلوقتي ومراتي حامل، فهل في اشعاعات او فحوصات دوريه تعملها يعني بحيث نمنع حدوث الشلل ده؟ بالنسبه عموما ولا بالنسبه لحاجه معينه؟ لا عموما. عموما يعني. تمام. ماشي يا فندم، ارد على حضرتك. الف شكر يا استاذ احمد. دلوقتي حضرتك طبعا احنا قلنا بالنسبه لاي ام حامل، بالنسبه للفحوصات او التحاليل اللي بتعملها عشان خاطر يعني تتفادى موضوع ان الطفل يصاب بشلل دماغي، طبعا كل حاجه بيد ربنا واحنا مقتنعين بالكلام ده كله بالله. تمام، بس احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنعمل اللي علينا، بنحاول نشوف الاسباب ايه ونحاول نبعد عنها او نتجنبها بقدر الامكان. اي حاجه تحصل بعد كده فهي من تقدير الله سبحانه وتعالى، ملناش اي دخل بيها. تمام، فاهم حاجه ان احنا نعملها بالنسبه للام الحامل المتابعه الجيده في فتره الحمل، انها تتابع كويس قوي مع دكتور. تمام، تعمل كافه التحاليل المطلوبه من تحاليل صوره دم كامله، من هيموجلوبين، تهتم بالادويه بتاعه حمض الفوليك والادويه المغذيه للاعصاب، الحديد، الكلام ده كله على حسب ما دكتور النساء بيشوف معاها، ده تخصص دكتور النساء موضوع الادويه. تمام، بتعمل طبعا السونار من فتره لفتره عشان بتطمن على
الجنين وعلى صحته في مراحل متأخرة شوية من الحمل على الشهر الخامس وعلى الشهر التاسع. بيتعمل دلوقتي السونار اللي هو 3D وال4D وده بيجيب صورة أفضل للجنين والدورة الدموية بتاعت الجنين هل ماشية بصورة طبيعية ولا مش بصورة طبيعية. فكل دي حاجات بنقدر نعملها نطمن بيها على الجنين بتاعنا وعلى صحته مع متابعة مع دكتور النساء. تمام؟ هو يمكن معانا الخبر الثاني دكتور معانا النهاردة يمكن في نفس السياق الموضوع بيتكلم فيه الأستاذ أحمد. نقرأ الخبر. الخبر بيقول للحوامل اعرفي اسباب اصابه الجنين بالشلل الدماغي وازاي تحميه. الشلل الدماغي من الامراض التي تصيب المخ خاصه الاطفال نتيجه اسباب وعوامل عديده منها نقص حمض الفوليك بجسم الحامل وصعوبه الولاده مما يساهم في تعرض الطفل لبعض المشاكل الخاصه بتطوره ونموه. حول ذلك يقول الدكتور احمد عياد اخصائي جراحه المخ والاعصاب ان الشلل الدماغي عند الاطفال هو عباره عن حدوث تلف بخلايا المخ نتيجة نقص كمية الأكسجين الواصلة للمخ والأطفال. يلفت نظرنا هنا في الخبر ده دكتور في نفس السياق اللي كان السؤال اللي كان بيسأل عليه الأستاذ أحمد وحضرتك تفضلت وقلت الفيتامينات اللي المفروض بتاخدها المرأة أثناء فترة الحمل. تمام. يمكن ده ياخدنا لموضوع الفوليك أسيد أو حمض الفوليك. دي نقطة مهمة جدا. إيه أهمية حمض الفوليك بالنسبة للحامل وإمتى تبدأ تاخده ولو ما خدتوش إيه اللي هيحصل؟ دلوقتي حمض الفوليك ده من الاحماض المهمه جدا بالنسبه للست الحامل واي دكتور نساء بيكتبه للست الحامل لان ده غذاء الاعصاب بالنسبه للطفل. ده المسؤول عن نمو الجهاز العصبي لدى الطفل وكفاءته. تمام. هو المفروض ان يعني زمان الستات القديمه زمان ما كانوش بيحتاجوا الكلام ده لان كانت التغذيه بتاعتهم تغذيه سليمه. كله موجود في الاكل موجود طبعا في الاكل موجود في الخضروات موجود في الخضروات عموما بصوره كبيره قوي حمض الفوليك. فزمان التغذيه كانت تغذيه كويسه وكانت البيئه كويسه غير دلوقتي. دلوقتي بنضطر ان احنا لازم نكتبه ونعتمد عليه من بره نظرا انت عارف الجيل الجديد والتكاوي والكلام ده التغذيه بقت ضعيفه جدا فلازم بنديه كحاجه احتياطيه للام. طب استاذنك معانا اتصال الاول. اتفضل معانا الاستاذ حسام. اتفضل يا استاذ حسام. السلام عليكم ورحمه الله. اتفضل دكتور. عايز اعرف ايه الاعراض اللي من الكتله مصاب بيها الشلل الدماغي. تمام ده سؤال مهم جدا. طب استكمالا لموضوع الفوليك اسيد. تمام. كان موجود في اكلنا زمان نظرا لاختلاف طبيعتنا الغذائيه دلوقتي وعاداتنا الغذائيه فبقى مش موجود كتير فبنعتمد عليه طبيا دوائيا. ده مهم جدا لنمو وتكاثر الجنين في مراحله الاولى. تمام. طيب المفروض الحامل تبدا تاخده قبل الحمل اثناء الحمل في اول الحمل في اخر الحمل؟ ده سؤال مهم جدا. المفروض الحامل بتبدا تاخده من اول ما بتنوي ان هي تحمل. بمعنى ان هو المفروض بيتاخد قبل ما الام تحمل بحوالي 3 شهور. فدلوقتي مثلا لو الست دي مركبه مثلا لوب او كانت ماشيه على وسيله منع حمل. تمام. وبعدين شالتها. طب ما هي شالتها دلوقتي يعني بتخططي لحدوث حمل. خطط لحدوث حمل. فالمفروض ان هي بتمشي عليه اوتوماتيك. تمام. تبدا تاخده وبيستمر معاها اول 3 شهور من الحمل. بعد كده بتوقفه. ولو عروسه جديده تبدا عروسه من قبل الجواز من قبل ما يعني نقدر نقول هو ما فيش منه ضرر؟ لا ما فيش منه ضرر لان هو حضرتك لو حتى اتاخد بصوره زياده شويه فهو بيمتص وبيتم اخراجه في البول فما فيش منه اي ضرر خالص على الام الحامل. ام محمد اتصلت بينا تاني ورحب بيها. اتفضلي يا ام محمد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور حضرتك؟ مع حضرتك اتفضلي. اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا دكتور. ازيك يا ام محمد عامله ايه؟ الحمد لله تمام. حضرتك والله انا معايا طفل سباينا بيفيدا وعنده 10 سنين. تمام. بيعمل علاقه بيه من ساعه ما اتولد يعني. تمام. حضرتك دلوقتي هو بيمشي بالركاز. تمام. فانا بسال حضرتك يعني ممكن في وقت من الاوقات يستغنى عن الركاز ولا صعب؟ هو عنده سباينا بيفيدا؟ وبيمشي بعكاز، عكازين ولا عكاز واحد؟ لا اثنين، هو حاسه كويسه بتيجي بالعلاج الطبيعي بس واخده وقت شويه يعني. تمام. طيب حاضر هرد على حضرتك. هرد على حضرتك، شكرا، نشكرك يا محمد. طبعا نرد على السؤال. اتفضل. حاله السباينا بيفيدا برضو من الحالات بالنسبه للاطفال بس ده غير موضوع الشلل الدماغي بس هي برضو حاله تبع الاعصاب يعني. بيبقى الطفل بيتولد عنده حاجة اسمها فقرة مشقوقة. الفقرات انت عارف حضرتك ان العمود الفقري ده ربنا عمله سبحانه وتعالى حماية لما بداخله اللي هو ايه الحبل الشوكي. تمام. فدلوقتي اللي بيحصل ان الطفل ده بيتولد
جزء من الفقره مش موجود. بنسميها الفقره المشقوقه. فالجزء ليه طبعا درجات، وليه درجات في الشده، وليه حاجات تانيه محتاج تفاصيل تانيه. فحمايته للحبل الشوكي قلت. ساعات الطفل بيتولد من سوء الحاله بتلاقي ان الاعصاب طالعه لبره، يعني حتى الجلد ما بيبقاش موجود. فطبعا بيحصل لها تلف. التلف ده بيأثر على الطرفين السفليين بدرجات معينه. يمكن معانا فيديو كده دكتور كنا عايزين تعليق حضرتك عليه. ده ايه ده؟ ايه ده؟ هل ده طفل مصاب بالشلل الدماغي؟ ده طفل مصاب بالشلل الدماغي، بس حالته طبعا كويسه جدا زي ما احنا شايفين. الحمد لله بدا يمشي كويس، لدرجه ان احنا دلوقتي بدانا شغالين معاه على الاتزان. اللوح اللي هو ماشي عليه ده هو مش ماشي على الارض. ده لوح اتزان بيتحرك يمين وشمال عشان نشوف توازنه هو عشان يوصل لدرجه ايه. فدي نتائج هايله جدا العلاج الطبيعي بيحققها مع الاطفال دي. ومفيش الا العلاج الطبيعي هو اللي يقدر يطور من حاله الاطفال دي حركيا. يعني احنا نقدر نقول ان المصابين بالشلل الدماغي ده ملوش علاج جذري، او ان مريض يقدر يخف منه؟ بص حضرتك، احنا قلنا ان احنا ما نقدرش نعتبره مرض. تمام. لان هي الاصابه اللي حصلت في المخ او التلف اللي حصل في المخ حصل. الجهاز العصبي المركزي لما بيحصل فيه تلف لا يعوض، ما بيتجددش تاني. طب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنشوف الطفل ده متاخر حركيا، عنده مشاكل حركيه معينه، ما بيقدرش يمشي، ما بيقدرش يقف. الطفل ده مثلا لسه شغالين معاه، هو في فيديو تاني هنا لسه شغالين معاه في مرحله الاعاد، ان هو مش بيعرف يقعد، فمقعدينه ومخلينه ماسك ستاند قدامه بايديه. بنحاول ان احنا نشتغل على الكلام ده، كاني بعلم الطفل يعني من اول وجديد يتحرك ازاي. بدربه. وسبحان الله العلماء اكتشفوا ان احنا شغالين، يعني انا وانت والناس الطبيعيه كلها شغالين ب 7% بس من خلايا المخ. وبقيه المخ غير معلوم الوظيفه بتاعته او ملوش وظيفه، لسه العلماء ما توصلوش للحته دي. فاللي بيحصل مع الاطفال دي ان احنا مع التمرين ومع التدريب الاشارات دي بترجع للمخ، بتبدا تدي له عمليه تنبيه. فالتنبيه بيخلي خلايا المخ اللي هي ملهاش وظيفه او اللي هي وظيفتها غير معلومه تبدا تنشط وتبدا تاخد وظيفه الجزء اللي حصل فيه التلف. ده تمرين برضه دكتور ده تمرين تاني، بخلي الطفل بيطلع زي رامب وينزل رامب. احنا بنحاول نخلي الطفل يرجع يمارس حياته بصوره طبيعيه قدر المستطاع. فبعلمه كل المهارات، من ضمن المهارات ان هو لو ماشي في الشارع ولقى مطلع او لقى حاجه عاليه يعرف يطلع عليه، يقدر يتعامل معاه. مش مجرد ان هو بياخد خطواته وبيمشي بس. بياخد خطواته وبيمشي، دي المرحله الاولانيه بالنسبه لي. بعد كده بنبدا ندخله في مهارات اعلى من كده. طيب اللي فهمناه من حضرتك ان ده التلف ده لا يمكن اصلاحه. لكن في سؤال بيطرح نفسه. اتفضل. طب هل هو الاصابه دي ممكن يحصل لها تفاقم بشكل اكبر من كده، ولا هو بيفضل زي ما هو، ولا مشكلتنا مع الاعراض بس؟ السؤال ده مهم جدا. دلوقتي التلف اللي حصل حصل، وتلف ثابت يعني ما بيزيدش ولا بيقل. تمام. طب امال ايه ممكن يحصل تفاقم ازاي للحاله؟ الحاله ممكن يحصل لها تفاقم لو تم اهمال الحاله. بمعنى ان الطفل ده عنده مشاكل، اللي بيحصل ان الطفل ده اللي بيخليه غير قادر على الحركه ان بيحصل عنده حاجه بنسميها. ده تمرين ايه ده يا دكتور؟ ده بنخلي الطفل يمشي على ركبه، يعني ماسك ستاند قدامه وبيمشي على ركبه عشان خاطر تقويه منطقه الجذع او منطقه الوسط. العضلات بتاعه الوسط. عشان ده هيساعده بعد كده ان هو يقوم يقف، يحمل على رجليه ويقف ويبدا يمشي معايا. يعني اذا انا بتعامل مع الاعراض تمام وواجب الاهتمام بيها تمام علشان اقدر اوصله لمرحله معينه ان هو يعتمد ذاتيا على نفسه. تمام. قدر المستطاع. ممكن ما يبقاش نسبه النجاح 100%. انا الهدف عندي ايه الاساسي؟ ان انا اخلي الطفل قادر على ممارسه حياته الذاتيه بصوره شبه طبيعيه. يعني نقدر نقول ان بعض الحالات المصابه بهذا المرض ان هي تقدر تعتمد على نفسها، يغسل سنانه بنفسه، يغسل وشه بنفسه، يدخل الحمام لوحده، يمشي لوحده طبعا، يلبس بسهوله، يعرف يخرج في الشارع يتعامل مع ناس طبعا. دي جزئيه. غير الجزئيه النفسيه بقى والضرر النفسي، واكيد دي بتحتاج برضو رعايه بشكل او باخر. تمام. ده تمرين ده برضو دكتور تاني. ده تمرين برضو لعضلات البطن، خلي الطفل يحاول. هو تمرين لعضلات البطن وتمرين منه ان الطفل ده لو نايم اعلمه ازاي يقوم يقعد. مهم. ما هو لازم يقوم يقعد لوحده عشان طبعًا بعد كده يبدا يتحرك. طبعا. فهو من ناحيتين، ان انا بقوي عضلات البطن وبخلي الطفل ده اعوده ان هو يقدر يقوم يقعد. تمام. فدلوقتي السؤال اللي حضرتك بتقوله ان الطفل يعتمد على نفسه ذاتيا، طبعا احنا بنحاول نوصله للمرحله دي. في اطفال بتوصل لنسبه الشفاء 100%، وفي اطفال بتوصل ل 90%، في اطفال ل 95%، في اطفال ل 80% على حسب شده الحاله. تمام. طب دي نسبه جميله، دي نسبه كويسه جدا. معلش هستاذنك، معانا تليفون. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام.
اتفضل يا استاذنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. لو سمحت اكلم الدكتور. اتفضل الدكتور على حضرتك. اتفضل لو سمحت. انا ابني عمره 6 سنين وبيتبول وهو نايم على نفسه ومش عارفين السبب ايه. بيتبول وهو نايم على نفسه. طب حضرتك هو في عنده مشكله ان هو سي بي ولا هو ما عندوش مشاكل خالص في المخ؟ لا هو كويس خالص ما فيش اي حاجه. طيب تمام انا هرد على حضرتك. نشكرك يا فندم. الطفل 6 سنين وبيتبول على نفسه، هو ما عندوش مشكله خالص، طفل ملهاش علاقه بالموضوع بتاعنا، بس ده موضوع متعلق بدكتور مسالك بوليه. يقدر يتابع مع دكتور مسالك بوليه. ده بيبقى ضعف في العضلات اللي هي بنسميها عضلات قاع الحوض، اللي هي مسؤوله عن الصمامات، ان هي بتقفل الصمام او بتفتح الصمام ان هو يعمل ان هو يتبول. فالعضلات دي بتبقى ضعيفه فبيؤدي للتبول اللي هو اللا ارادي. فده يتابع مع دكتور مسالك بوليه ان شاء الله وربنا يشفيه ان شاء الله. ربنا يشفيه يا رب. طب يا دكتور امتى ايه الاعراض اللي ممكن تلاحظها الام على الطفل فتبدا تنتبه او تاخد بالها تقول لا ده انا ممكن اعاني مشكله هنا او اطلب مشوره الطبيب؟ تمام. ايه الحاجات اللي تشوفها الام على طفلها؟ اولا الحاجات يعني التمرين ده برضو احنا بنحاول نعلم الطفل يتقلب. احنا زي ما احنا قلنا احنا بنشتغل معاه خطوه بخطوه، بنشوف هو واصل لحد فين وبنكمل له. يعني الطفل ده لسه في البدايه خالص مش عارف يتقلب، فبنحاول ان احنا ننبهه وننشط عضلاته ان هو ايه يتقلب على وشه ويرجع تاني على ظهره. ربنا يشفي كل مريض يا رب. ايه الاعراض؟ الاعراض مهمه جدا. بص انت بتجي لك الام اول حاجه بتقولها لك انا اصل انا عندي بنت اختي او ابن الجيران، ابني حاسه مش زيه، نفس السن بس مش زيه، ده ابن الجيران بيقعد وانا ابني ما بيقعدش، تاخر في التاخر الحركي. دي علامه مهمه جدا مميزه جدا. طبعا التاخر الحركي ده بيبدا يظهر مثلا من نقدر نقول من سن 6-7 شهور. تمام. مش بيظهر بدري، يبدا يتعلم يزحف على رجله، تتاخر مثلا تتاخر ما بيقعدش ما بيزحفش ما بيتقلبش. تمام. تبدا الام تلاحظ من هنا. بس في علامات ممكن نلاحظها مبكره شويه، زي يعني اول ما الطفل يتولد. زي ايه؟ خصوصا دي بتظهر في حالات لو الطفل عنده اصيب بشلل دماغي من النوع الشلل النصفي، لان الشلل الدماغي ده احنا ليه انواع كتير، في نوع منه نصفي يعني بيبقى واخد نص الجسم بس. فبتبدا الام تلاحظ بفرق، تلاقي الطفل ده مثلا نايم بيحط صباعه في بقه اليمين وصباعه الشمال لا. طفل انت عارف حضرتك بيتولد في عنده مجموعه من ردود الافعال الانعكاسيه طبيعيه مولود بيها، يعني مثلا ايه بتلاقي ايدي الاثنين مشدودين كده ناحيه جسمه، ده رد فعل انعكاسي طبيعي موجودين فيه ردود افعال احنا عن طريقها برضو بنقيم الحاله. فممكن تبص تلاقي ان الطفل ده مثلا ايد عنده متنيه كده والتانيه مفروده سايبه، بيرفص برجل ورجل لا ورجل لا. فبتبدا تلاحظ من هنا ان في فرق، ان الطفل ده لا ده عنده نص ضعيف والنص التاني لا. تيجي يا دكتور ده عنده رجل واحده بترفص والرجل التانيه ما بتتحركش. فلازم الام برضو تبقى عينيها على طفلها تلاحظه من اول ما اتولد حركاته ايه، بيتحرك طبيعي ولا لا، الحركات في النصين زي بعض ولا لا. دي حاجه مهمه جدا لازم الام تبقى متابعاها. استاذنك معانا اتصال يا دكتور. اتفضل معانا الاستاذه هدى. اتفضلي يا استاذه هدى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور رامي؟ مع حضرتك يا فندم. اتفضلي يا فندم. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. اتفضلي. عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. ازاي الام تتعامل مع طفلها المريض بالشلل الدماغي؟ ماشي يا فندم هرد على حضرتك، ده سؤال مهم جدا. بنشكرك يا استاذه هدى، هرد على حضرتك. يمكن ده نفس السياق اللي احنا بنتكلم فيه. نفس السياق اللي احنا بنتكلم فيه. اولا لازم الام تفهم ان ده قدر من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا انا عن نفسي يعني بقدر كل ام عندها طفل مريض، وبقول ان العيله كلها بتبقى مريضه مش الطفل بس هو اللي مريض، للعيله كلها. لان ده يعني بقول لما بقول العيله هي اللي مريضه ده دليل على تدخل العيله مع الطفل. مش ان الطفل ده مريض خلاص، لا ده العيله كلها بتبقى داخله في الموضوع. تتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه الرضاء بما قسمه الله ان ده نصيب لازم ترضى بيه. لا تفقد الامل في علاج الطفل وتحاول معاه على قد ما تقدر. انا يعني من مجال شغلنا بنشوف امهات يعني ربنا يجزيها كل الخير بتجري مع الاطفال، يعني بنشوف امهات بقى لها 5 و6 و7 سنين بتجري مع الاطفال وما بتبقاش شايفه نتيجه، وسبحان الله
بتيجي بعد 5-6 سنين من المعاناه والجري تبص تلاقي ربنا يكرم الطفل ده ويجيب كل حاجه، يقعد ويمشي ويقف ويجيب كل الـ كل الـ كل الـ المراحل الحركيه. ده نتيجه ايه؟ ده يعني بيبقى من ربنا سبحانه وتعالى بيجزي الام دي عن صبرها. فاول حاجه لازم تهتم بالعلاج بتاعه، التدخل المبكر للطفل. ما تيأسي، دايما في امل ان الطفل ده للاحسن، حتى لو ما وصلش لنسبه شفاء 100% فاحنا بنوصله ان هو يعتمد على نفسه قدر المستطاع، ودي حاجه مهمه جدا. اعتقد دي اهم حاجه، دي اهم حاجه، لان الاب والام او الاهل مش عايشين للطفل. فدايما الكلمه اللي بيجي يقولها لك انا نفسي ان ابني يعتمد على نفسه، نفسي ان هو يدخل الحمام لوحده، يغير لنفسه، يتعامل مع نفسه. فدي بتبقى نقطه مهمه جدا احنا حاطينها قدامنا. تالت نقطه دايما برضو في العلاج بتاع الاهل، ان هم يعرفوا ان الطفل ده عنده مشكله حركيه. فدايما هو من جواه هتلاقي عنده برضو مشكله نفسيه. ان الطفل ده حاسس ان هو مش زي زمايله، حاسس ان هو لا ده اخوك كبير بيمشي، ده اخوك كبير بيجري وانا ما بمشيش وانا ما بجريش. لازم يبقى فيه تفهم لوجهه النظر دي، الاهتمام بالترفيه عن الطفل، ما اعتبروش ان هو مريض بقى وقعده في البيت واقفل عليه وخلاص وما اخرجش ليه، ولا انا مكسوف انزل بيه الشارع. لا، ما فيش حاجه اسمها مكسوف انزل بيه الشارع. لازم الطفل ياخد حقه في الترفيه، يخرج عشان الحاله النفسيه بتاعته. اراعي ده وانا بتعامل معاه، ان معاملتي معاه ان هو حاسس بالنقص او احساسه بالنقص ده بيخليه عنده مشكله نفسيه وسلوكيه، واحاول اجري معاه على قد ما اقدر في العلاج. براء العمل النفسي بالنسبه له بقى اللي عليا، والشفاء ده بايد ربنا سبحانه وتعالى. طب في سؤال يا دكتور بيطرح نفسه كتير عند معظم المصابين بالشلل الدماغي عند الاطفال، ايه هو دور الجبائر واستخداماتها مع الاطفال المصابه بالشلل الدماغي؟ طبعا احنا اتكلمنا ان مشكلة الشلل الدماغي دي مشكلة عصبية حركية، يعني بتأثر معايا على الحركة وعلى الجهاز العضلي الحركي. تمام. بمعنى ان انا بيحصل لي حاجة اسمها muscle imbalance، عدم اتزان في العضلات نفسها، في العضلات. يعني بتلاقي جزء من العضلات فيه شد او فيه قصر، وجزء من العضلات فيه مرخي او ارتخاء. طب ده هيأثر لي في ايه؟ ده هيأثر لي، سبحان الله، ربنا عامل لنا الجهاز العضلي الحركي بتاعنا بيتحرك بصوره يعني ايه متوازنه. يعني بص مثلا على الصوره دي، هنلاقي رجل الولد ملفوفه لجوه من تحت، مشط رجل ملفوف لجوه، وركبه متنيه، اللي هي بيسموها دي مشيه المقص تقريبا. لا، دي مش المقص. نجيب رجلين اتنين كروس على بعض. لكن ده رجلين من تحت مقلوبه. ده نتيجه ان في جزء من العضلات اللي بره مشدود واللي جوه طويل، فبيخلي رجليه تقلب لجوه. فبنبدا ان احنا بنحاول نعدل الحاجات دي. طبعا انا هعدلها ازاي؟ هعدلها ان انا هلبس الطفل ده كبيره معينه مفصله على الطفل على حسب الحاجه اللي عنده. يعني لو الطفل ده مثلا رجليه مقلوبه لجوه، دي الكبيره اهي، يعني نشوف الصوره دي بعد ما لبس الكبيره رجليه بقت مظبوطه على الارض ازاي، وقربوا من بعض وكف الرجل على الارض نفسه اتظبط. فدي بتبقى متفصله على حسب الحاله بالظبط. رجليه بتلف لجوه، بحط له انا حاجه جوه الكبيره تعدل رجليه، وهكذا. طبعا دي بتفيدنا في المشي بتاع الطفل والحركه بتاعته. دكتور رامي، هو احنا الموضوع طبعا يطول شرحه جدا طبعاً، وفي اسئله كتير جدا عند الساده المشاهدين، بس للاسف الوقت ما يسعفناش، وقت حلقتنا خلص. بس احنا عايزين ناخد وعد من حضرتك ان شاء الله ان احنا نستكمل بقيه الموضوع ده في حلقات جايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا، وبشكر كل القائمين على القناه لاستضافتهم ليا النهارده، واتمنى نكون وصلنا المعلومه للساده المشاهدين بصوره مبسطه وتمت الافاده ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا دكتور. في نهايه حلقتنا بنشكر الدكتور رامي محمد قاسم، اخصائي العلاج الطبيعي والتاهيل وعضو هيئه التدريس بالجامعه الحديثه، وبنشكر كل مشاهدينا، وان شاء الله هيكون لنا حلقه ثانيه بنستكمل فيها هذا الموضوع مع الدكتور رامي. ومساء الخير عليكم كلكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.